السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأكلات اللي يعملونها البدو أهل الجزيرة العربية أهل البادية اللي هي الشعثة. الشعثة طال عمركم عبارة عن تمر ولبن مجفف اللي هو الأقط، وسمن بلدي اللي هو بالكويتي دهن عداني، وعنده البدو دهن سمن، احنا نسميه دهن سمن وبالكويتي بعد نسميه دهن عداني. هذه ثلاث أشياء راح نسوي منها اليوم الشعثة. والشعثة البدو يسمونها شعثة وهو اسم فصيح، أشعث أغبر يعني شعره غير مترتب، شعاث في شعره شعاث. فلما نخلط معاها لقط راح تشوفون نتيجتها فعلا ان اسمها يعني شعثة. هذا لقط وراح نحط عليها الحين دهن سمن، بس انا لاني اصور خلي خلاص ما في مشكلة. بسم الله. طبعا تخلط كلها، امسك الماعون امسك الماعون ورش عليها نحط عليها طال عمركم دهن سمن ونخلطها كلها، راح تطلع معاكم الشعثة شيء لذيذ 100%. انا مالي درب بالطبخ، العيش ما اعرف اسويه، لكن اللي سويت لكم شيء اعرفوا انه مضبوط، مثل اللبن اللي انتم خابرينه، خلطة اللبن هذه طال عمركم الشعثة. الفصم عزلناه كله. الشعثة تتكون من التمر، ونسوي منه عجينة التمر، ونضيف عليه طال عمركم دهن السمن او الدهن العداني، وراح تاكلون شيء عمركم ما ذقتوه حياتكم. نزوده بعدك. هذا اللبن المجفف لاخواننا العرب او في المغرب العربي، او امسك يا بابا نقلبها مضبوط، نعجنها مضبوط الين طال عمركم تحسون انه صار فيه تناسق ما بين الحين الحريم يشوفني شلون عجن قدن علي، ترى ماني طباخ انا. يا فضيحتنا. بس عجن بيد وحده، انا بيد قاعد اصور. هذه هي طال عمركم الشعثة، مثل ما قلت لكم هذه اسمها فصيح، اسم فصيح. ولا تاخذون طال عمركم الا الخلاص، ولا تاخذون العجينة الجاهزة، اخذوا الخلاص بنفسكم وسووه بنفسكم، طلعوا فصمه يصير ألذ وكثر ما تقولف فيها تصير ألذ. هذا لونها صار الآن الشعثة، وأذن عندنا صبر يا بابا، أذن عندنا تو أذن المغرب، خلنا نفطر. بسم الله. عجيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.